خلينا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي لخبر تاني، وهو استقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. وكان ده راحوا امبارح طبعا النادي الأهلي، وكان في استقبالهم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. العميد محمد مرجان قال إن الزيارة دي بقى جاءت بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل النادي واللي أقرتها الوزارة، وهو ما يجري بالفعل منذ أن هنا طفت أزمة كورونا على السطح زي ما كلنا يعني متابعين. وأضاف كمان أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب حريص كل الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن هنا سلامة الأعضاء والعاملين أعضاء كمان الفرق الرياضية. وبتشمل الخطوة دي الاحترازية عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء في الصالات الرياضية هنا بنتكلم أو في الجيم، وكذلك كمان غرف الملابس والحمامات والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من بوابات النادي. بالتالي كلنا شايفينها وهي واضحة يعني لو حضراتكم حتى مارين من قدام النادي، وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء واللاعبين والعاملين زي حمامات السباحة الصالات الرياضية والمنافذ. وأشار كمان المدير التنفيذي إلى أن الإجراءات الاحترازية هنا بتتضمن أيضا حملات التوعية للجميع داخل النادي من خلال عقد ندوات طبية في الأماكن المفتوحة وملصقات توعوية من خلال اللجنة الطبية بالنادي، الاستعانة بأطباء الفرق المختلفة في توعية الأجهزة الفنية وكمان اللاعبين، ومع توفير أكيد هنا جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة طبقا للإجراءات الوقائية. ده بدافع أكيد الحفاظ على الأعضاء واللاعبين والمدربين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي. ويمكن أي حد بيتوافد على النادي في أي فرع من فروعه بيشوف الكلام ده، حتى أنا وإنت يا كريم كنا قريب طبعا في النادي بنفطر، جا حد يعني عامل هناك عقب الترابيزة وحط مفرش وكل الحاجات بلاستيك، يعني إحنا بنشوف ده فعلا على أرض الواقع.